ان شاء الله. احنا نتمنى لكم غير الخير ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. هذا مكان هنا ان شاء الله كما يقول لك ربي، الله يجعلنا غابه نصح الطابه. امين ان شاء الله يا ربي. ما فيها والو، هذا بربي ما فيها والو، انا نعاونوا اي واحد اي واحد اي واحد، انا قادر نعاونوه ان شاء الله. اللي يخدم بالحلال وربي يعين، واللي يتكل على ربي، واللي يخدم بال ربي يرزق الجميع ان شاء الله. هذا ما نتمنى لكم، كما نقولوا عتبة مربوحة ان شاء الله. بدا عندكم اللي تحتوا لهنا فوتيك صغيرة، عندنا بالك هذا بشهر فوتيك صغيرة، بس لازم 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 لكم السلعة، لازم لكم السلعة ان شاء الله. هي كاينة سلعة بربي ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله كاينة بربي ان شاء الله. سمعنا لك يدينا شوية ومزاد نزيدوا بربي، ربي يكون في عونكم ان شاء الله. هذا المكان كونيكسيون مليحة ولا لاباس؟ أنا قلت لك أنا عندك ديما الكونيكسيون مليحة لاباس؟ هو لاباس كيابي. لي كومونتير عندي بروبليم انا مع لي كومونتير على بالك. النهار عندي ايه ماشي لعبي لك فيه. شو تراقب في الطوموبيل. السلام عليكم، مساء النور للجميع، أمسية طيبة للجميع، بالبركة للمنتخب الوطني، الله يدوم الافراح ان شاء الله، والله يتم بالخير ان شاء الله، ربي يفتح الارزاق وربي يعاون الناس الكل ان شاء الله. هذا اخ الكريم والزوجه تاعو هي اللي حكم الحانوت تقريبا. ايه ان شاء الله ربي يعاونكم ان شاء الله. كما نقولوا جاوني الحانوت قالوا لي ديرنا لايف على المحل تاعنا، عندهم بوتيكه صغيره، محل يفتح يرزاق غير كما فتحوا. نعاونوهم ان شاء الله باللايف هذا ان شاء الله، ربي يوفقهم ان شاء الله وربي يتمنى بالخير. المحل راه جاي في حي باللعلع، كيما مسامي الدونديست لباد، معروف كما نقولها في مدينة العلمة، و اون فاس البرونز البراند براند هكذا. الله يبارك ما شاء الله. المهم بداو جدد ان شاء الله، نعاونوهم باللايف ان شاء الله، وانتم عاونونا بالبارطاج بارك الله فيكم، ونعاونوا الناس الكل الجميع باللي نعرفهم باللي ما نعرفهمش، ربي يرزق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله ربي كيما نقولوها نكونوا احنا غابه والناس حطابه. المهم عندهم قش مخلطين، عندهم قش تاع ترك، قش تاع الاسبان، قش تاع الطليان. هاي كيما لا ماركيا بالله يبارك الصون ما كانش كاين نو كاين الصوت. المهم عندهم هكذا قش تاع بنات كيما نقولوا كبار، عندهم قش تاع اولاد. وسومارام دايرين سومه رمزيه، سومارام دايرين سومه رمزيه ان شاء الله، وقالوا لكم ان شاء الله كل يوم كاينه سلعه، راهم كل يوم كاينه سلعه. الله يبارك ما شاء الله، ربي يوفقهم ان شاء الله. لي صواري ثاني راهم كاينين بسومه ثاني كيما نقولوا سومه سولد، سومه تاع سولد فوالا. هذا واش راه متوفر هنا في المحل الله يبارك، وقالوا لكم راهي كاينه السلعه، راهي ان شاء الله كاينه السلعه. بارطاج لللايف بارك الله فيكم. وي المحل ها ولا البراند سامسونج بكري كما نقولها، ها هذا البراند فوالا. هاي اون فاس خلاص الدار الماليه كما نقولها القديمه فوالا. الفيترينا برا، ها هذه العياده تاع لباد نور الدين جراح الاسنان، وهاو المحل ها وين جا. الله يبارك ما شاء الله، ربي يتمنهم بالخير ان شاء الله. المهم الزوجه الكريمه هي اللي رايحه من البحر اكبر، يعطيك الصحه تما راهي كيما نقولها مرا تخدم فيه لهنا، ربي يوفقها وربي يتمنها ان شاء الله. السومه ان شاء الله قالوا لكم راهي سومه رمزيه ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله وربي يتم بالخير. قلت لك دوك نحطوا في القناه ان شاء الله. بارك الله فيك اخت كريمه، عاونونا غير بالبارطاج وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يعاوننا ان شاء الله، وان شاء الله تكون عتبه مربوحه. امين. هذا ما كان، ربي يوفقكم خويا وبالبركه ان شاء الله، يعطيكم الصحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.